إذن أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مع الناس. نتلقى رسائلكم على الرقم الموجود في أسفل الشاشة مشاهدينا، ثم نقوم بالتواصل معكم. نحن دائما على تواصل معكم من خلال هذا البرنامج والعديد من البرامج. نتلقى رسائلكم وهمومكم على الرقم الموجود في أسفل الشاشة، ثم نقوم بالتواصل معكم وعلى الهواء مباشرة لطرح العديد من الأمور ومن القضايا التي هي بحاجة إلى أن تصل إلى الجهات المعنية وبحاجة إلى معالجة. إذا نبدأ اليوم، وربما يكون الاتصال الأول جاهز. ألو ألو. إذا ربما قد يكون الاتصال سيجهز يعني في هذه اللحظات. إذا إلى أن يكون الاتصال جاهز، طبعا الحدث العريض والحدث الأهم اليوم هو أن الحكومة اليمنية تقر عدم المشاركة في أي مفاوضات مع الميليشيات الإنقلابية. جاء ذلك طبعا في اجتماع ترأسه الرئيس عبد الرب منصور هادي ونائب الرئيس الأستاذ خالد محفوظ بحاح، وضم مستشاري رئيس الجمهورية، وأقر الاجتماع عدم المشاركة في أي اجتماع حتى تعلن الميليشيات الانقلابية طبعا اعترافها بالقرار الدولي 22/16 والقبول بتنفيذه دون قيد أو اشتراط أو شروط. إذن هذا هو الحدث الأهم، أن يتم الاعتراف بالقرار الدولي 22/16 دون قيد أو شرط، من ثم ربما يكون هناك مجال للتفاوض وللنقاش وللجلوس على طاولة من أجل الحلول السياسية التي هي نحن بحاجة أصبحنا لها بالفعل يعني. ولكن دون القبول بهذا القرار لن يكون هناك مفاوضات ولن تكون هناك طاولة للحوار بحسب ما أقر الاجتماع. إذا معنا الآن اتصال، معنا الأخ ناصر من السعودية. ألو، معنا أبو ناصر من السعودية. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله أخي. نعم تفضل يا أخي. أنا مشارك أنا يعني حول أوجه يعني رسالة إلى أبناء الجنوب. نعم أخي تفضل. الأحرار والشرفاء. نعم. حذاري من حزب الإصلاح، هذا الحزب التكفيري اللي يريد أن يبث سمومة في الجنوب. هذا الحزب اللي في 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 في, في 94 صيف 94 أرسل الفتاوى ضد أبناء الجنوب واستباح دماءهم وأعراضهم، على الجنوبيين أن يحذروا وأن يأخذوا حذرهم من هذا الحزب. هذا الحزب اللي يريد أن يقضي على جميع كوادر أبناء الجنوب. هذا الحزب الإرهابي اللي نعم أخي اللي يتفرق منه الإرهابيين. نعم. حزب الإصلاح هذا الحزب اللي يريد أن يبث سمومه في الجنوب. أرجو من أحرار الجنوب والشرفاء وجميع أحرار الجنوب أن ينتبهوا لهذه الموضوع، أن ينتبهوا لقضية الإصلاح. الإصلاح سيبث سمومه في الجنوب بكل قوة. نحن نواجه ونحن نؤيد ويبغى الرئيس عبد الرب منصور على عيننا وراسنا، نحبه ونحترمه ونقدره، لكن بالنسبة للإصلاح هذا الإصلاح تاريخه أسود في الجنوب. أنسي والجنوبيين صيف 94 ماذا قالوا؟ إنه كان هو شريك في جريمة ضد استباحة الجنوب. أوجه تحية لأبناء الجنوب الأحرار والشرفاء أن يناضلوا ضد هذا وأن يقفوا بصلابة ضد هذا الحزب الإرهابي اللي يريد أن يقتلع كوادر الجنوب حتى من قناة عدن اللي أنتم فيها. أرجوكم رجاء خاص، أرجاء باسم الأخوة أن تعودوا الكوادر الجنوبية اللي في قناة عدن اللي تريدوا أن يعني بكل وضوح. وأرجو منكم بكل وضوح أن تعودوا الكوادر الجنوبية الشريفة اللي كانت في الغناء هذه، أرجو، لأنها كانت مع المقاومة الجنوبية وكانت تجيب بالكلام الصراحة وكانت بكل وضوح وشفافية تتكلم. نعم. وكانت تتلمس معاناة كل اليمني الجنوبيين. نعم. وكل المقاومة الجنوبية الشريفة. نعم. اللي قاومت الجنوبيين ضحوا وقدموا تضحيات.
نعم بكل بسالة. قدموا تضحيات، قدموا الغالي والنفيس، وهم يستحقوا أن يقولوا كلمتهم في أي حاجة. نعم أي قرار يتخذوه هم أنفسهم. نعم 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 أخي. هذا ما عندي. عندك أي حاجة ولا وقف؟ نعم أخي تفضل. ها؟ نعم تفضل. والله يا أختي بالنسبة لهذه والله أنا ما أدري كيف بصراحة، يعني أنا ما أسمع كلامك واضح. إن شاء الله بإذن الله. إذن نشكر الأخ أبو ناصر على هذا الاتصال وعلى هذا الطرح الذي تحدث به. إذن قد يكون معنا اتصال آخر. معنا الأخ عبد الحكيم من عدن. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أختي؟ الحمد لله أخي تفضل. أنا شيء وجه رسالة بس. نعم. وجه رسالة للحكومة. نعم. حكومتنا في الرياض، أقول لهم يستغل ذلك شباب المقاومة. شباب المقاومة قدموا التضحيات. نعم. في سبيل هذا النصر. نعم. و التضحيات هذه اللي قدموها من أجل نعيش، من أجل الوطن. نعم. من أجل شخص أو مجامع. نعم. في الأخير إيش اللي استفاد الشباب المقاومة؟ أهملوا ولم يهتم بهم أي أحد. وأجت من صنعاء شلة الفساد. التي كانت فاسدة. وأجت كلها إلى عدن. تصور يا أختي حتى السماير، سماير الجيش أو النظام إلى الجيش الوطني تنباع في السوق السوداء من 30,000 إلى السمارة. الاستمارة التي هي بضم يعني بإدماج المقاومة الشعبية في الجيش الوطني. نعم نعم أختي. هل التسجيل يعني هل التسجيل يعني والاستقبال للتسجيل لا زال مستمرا؟ مستمر مستمر أيوة بالوساطة. أفضل كل شيء بالوساطة. طيب كيف بالوساطة ممكن تشرح لنا احنا الموضوع؟ كيف بالوساطة؟ يعني هناك العديد من الذين قاموا بتسجيل أنفسهم من شباب المقاومة إلى الجهات المعنية وإلى اللجان المعنية بتسجيل الاستمارات. أنا عارف. ها؟ أنا من أحد الأشخاص، أنا من أحد الأشخاص الذي سجل في أحد الأدوية. طيب. أيوة. يعني ما حصل حتى استمارة. ما حصلش استمارة عشان تسجل. ابدا ابدا. يطلب مننا مبالغ ماليه. من الذي يطلب منك المبالغ الماليه؟ كيف ما ترى يا اختي، كيف ما ترى دخل من الذي يطلب منك المبالغ الماليه؟ انت حضرت وسجلت نفسك عند اللجان؟ كيف يعني انت قمت بتسجيل اسمك يعني في استماره، تقدمت الى اللجان المعنيه بتسجيل الاستماره؟ نعم نعم قدمنا أنا ومجموعات، مش أنا شخص واحد. جميل. يعاني من هذه المشكلة. نعم. سقطوا ناس من الكشوفات وجابوا ناس بمبالغ مالية. أخي عفوا المشكلة يعني هل هي نفس الفساد اللي كان أيام على عبد الله صالح تكرر الآن؟ نعم. إذن هل هي المشكلة ببيع الاستمارة أم هي يعني زي ما أنت ذكرت أنه تم إسقاط أسماء وتم دخول أسماء غير الأسماء التي قامت بتسجيل نفسها، أين تكمن المشكلة يعني بالضبط الآن؟ المشكلة في الناس اللي آتمنوهم في هذا الأدوية. نريد من الحكومة أن تعيد النظر بالأشخاص الذين أنت انضميت لأحد الألوية الموجودة؟ نعم نعم انضميت لأحد الألوية اسمها اللواء خالد النفي. نعم. أنا هذا الرسالة اللي شو وجهها. أنت من شباب المقاومة وتم ضمك إلى أحد نعم الألوية؟ نعم أنا من شباب المقاومة في البريغة. جميل. والبريغة ضحت برجالها. صحيح صحيح. يعني مش معقول يعني يكون الجزء هكذا. هو أخي أنت سجلت اسمك وانضميت إلى أحد الألوية. نعم نعم أيوة انضميت إلى أحد الألوية ولحد الآن لم نستمر استمرار يعني وحصلت مشاكل
تذكري انت المشاكل اللي حصلت في مصنع غاز المزيج؟ هذه هي المشاكل اللي حصلت. نوجه نداء للحكومه انها تستغل ابناء عدن الذين ضحوا بدمائهم من اجل الحكومه هذه ان تجلس على الكرسي هذا. اخي اين يعني اين هي المشكله؟ ان يعني عشان نوضح للمشاهد كذلك، انت تقول انت من شباب المقاومه وسجلت اسمك وانضميت لاحد الالويه الموجوده. المشكله اقول لك السماسره بالفساد، السماسره الذين يتاجرون بالاستماير يعني انت واجهتك مشكله؟ انت واجهتك مشكله عند التسجيل؟ نعم انا اقول لك واجهتني يعني مش انا شخص واحد، عدة يعني بالالاف. نوجه نداء للحكومه انها تعيد النظر بالاشخاص الذين يتمنونهم على توزيع الاستماير وعلى اسمه التسجيل في الجيش الوطني، وهذا مطلبنا بس. اذا شكرا لك اخي عبد الحكيم، كنت معنا من عدن، شكرا لك. بالتالي يعني ربما تتشعب بحسب اتصال الاخ عبد الحكيم من عدن انه تم تسجيله، يعني اخذ استماره وتم تسجيل اسمه بالاستماره وانضم الى احد الالويه بطريقه روتينيه وبطريقه منظمه، ولكن هو يشكو ان هناك يعني بعض السماسره ربما قد يقومون ببيع، لكن هو تم تسجيل اسمه بطريقة مثل ما ذكر ومثل ما اتضح للمشاهدين الكرام أنه يعني تم تسجيل اسمه، يعني أخذ الاستمارة وانضم إلى الجيش وانضم إلى أحد الألوية بحسب ما ذكر الأخ عبد الحكيم. إذا معنا الآن اتصال أيضا من عدن، الأخ سعيد معنا اتصال من الأخ سعيد من عدن. ألو ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة والرحمة. في البداية أحيي قناة عدن الفضائية وطاقمها الإعلامي قناة الشعب اليمني. نعم. وكما أحيي المعد ومنسق هذا البرنامج والأخت شهيرة خالد مقدمة البرنامج مع الناس. أهلا وسهلا. الصوت المسموع لكل الناس في كل مكان. حقيقة ما جرى ويجري على أرض الواقع في ربوع الوطن. وكما أحيي حكومتنا الشرعية ومجلس التعاون الخليجي بقيادة الملك سلمان وإخوانه في مجلس التعاون. نعم. وقوة التحالف العربي لقوة الحسم والانتصار. نعم. وأحيي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل المحافظات، والنصر إن شاء الله قريب بإذن الله، لأن القافلة تسير للتحرير وإعلامهم ينبح، وهذا دليل قاطع على خوفهم لأنهم انكشفت مواقعهم وملاجئهم. باذن الله سيتم الحتم قريبا. صحيح. باذن الله تعالى. ولي راي شخصيا. نعم. في المحافظه، محافظه سعد الصامده الصابره المحاصره من كل الاتجاهات. نعم. وفيها كثافه سكانيه. صحيح. رسالتي اوجهها، أرجو من حكومتنا الشرعية ومجلس التعاون الخليجي بتقديم الدعم لهذه المحافظة بالسلاح. نعم. والغذاء والدواء، لأن صح. هذه المحافظة هي البوابة الانتصار في كثير المحافظات. صحيح. هي البوابة الانتصار في كثير المحافظات. نعم. إن شاء الله. وكما أرجو من قوة التحالف قوة الحسم والانتصار بسقورها. نعم. أن يفكوا الحصار عن محافظة تعز بقصف إسقاط التمركز عفاش. نعم. والحوثيين وضرب مواقعهم بملاجئها داخل تعز وحواليها. نعم. وكما ورسالتي أوجهها أيضا إلى المقاومة الشعبية. نعم. في تعز أقول لهم رصوا صفوفكم وأنبذوا الفرقة واتحدوا. صحيح. ووحدوا قيادتكم. صحيح. ولا تسمعوا للمفتنين كانوا من يكونون. صحيح. أجعلوا هدفكم نصب أعينكم هو التحرير، وطاردوا فلول هذه الفلول إلى مواقعها. نعم. ومخابئها وملاجئها، وخرجوهم من ملاجئهم. نعم. لأنهم معهم مواقع وملاجئ ومخابئ. صحيح. هو نفس الأسلوب كانوا استخدموه في عدن هكذا عند المواجهة
ما قدروش على المواجهة، رجعوا للخلف وقف على المواطنين من بعد وحاصروا المدينة. نعم. هذه أساليبهم، يجب أن ينتبهوا المقاومة، وكل ما نطلبه من قوة التحالف والثقور أن يضربوا هذه المواقع، والهدف على المقاومة أن ترص صفوفها وأن تهجم على هذه المواقع حتى يتحرك حرم منطقة تعز. نعم. وأيضا لي مسألة هنا قبل قليل يا أختي، كنت أستمع إلى إذاعة FM من عدن، أنا لي كلام قبل الأيام تكلمت عن الألغام، عن الألغام. نعم. والمقابلة هذه في هذه الإذاعة قبل لحظات. نعم. مع مسؤول عن إخراج الألغام. صحيح. إيش يقول؟ عدد الضحايا من بعد الحرب 230 فرد. نعم. من بعد الحرب. بسبب الألغام. وتسألوا عن قال لا لا يعني ما عندنا دعم، سياراتنا أخذوها، حتى قيادة المنطقة الرابعة ما تعرف إحنا وين موقعنا. نعم. شوف كيف يعني، وهم فصيل من القوات المسلحة. نعم. ليس لهم دعم وليس لهم أي شيء، والآن الألغام يعني منتشرة في كل مكان. نعم. هذا العدد بسيط، 230 فرد من بعد الحرب. نعم. وأنا مستعد أعطيكم يعني إذا كان تحبوا أن تتواصلوا مع هذه الإذاعة، مستعد أعطيكم رقم تليفونها. نعم. اللجنة الأمنية كذلك في محافظة عدن اجتمعت اليوم، وكان اجتمعت اللجنة الأمنية اليوم في محافظة عدن برئاسة الدكتور محمد مارب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وكان من بين الطرح أن هناك 10 فرق متخصصة لمتخصصة في إزالة الألغام. الألغام الألغام هذه مصيبة. نعم. الناس ما قدروا تروح لمزارعها ولا قدروا يروحوا لأماكنهم، بعض الناس يعني صحيح شوفين جالسين في المدارس، هربوا من المزارع، هربوا من كل مكان. صحيح كلامك، يجب أن نعمل حل. نعم بإذن الله. شكرا لك أخي سعيد، كنت معنا من عدن. بالفعل يعني هي مشكلة بحاجة إلى حل وبحاجة إلى معالجة وسريعة أيضا، لذلك كان هناك يعني عقدت اليوم اللجنة الأمنية في محافظة عدن برئاسة دكتور محمد مارم مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وضم الاجتماع كذلك يعني محافظ لحج ومحافظ أبين ومحافظ الضالع ووكيل من وكيل أول محافظة عدن، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية من ضمنها المنطقة الرابعة وإدارة أمن محافظة عدن. وكان من ضمن الطرح هو أن هناك يعني 10 فرق متخصصة في إزالة الألغام تعمل بجهود حثيثة من أجل إزالة الألغام التي قامت بزراعتها ميليشيا الحوثي وصالح عند دحرها وانهزامها وخروجها من مدينة عدن. بالفعل الألغام تتسبب يعني بقتل والكثير من الناس الأبرياء الذين يعني طبعا هم قاموا بزراعتها في كل مكان، في المدارس، في المنازل، في البيوت، في الشوارع، في كل مكان، ميليشيات إجرامية. فلذلك هناك بالفعل يعني تم مناقشة اليوم أن هناك 10 فرق متخصصة بإزالة الألغام، كذلك تجهيز 18 قسم من أقسام الشرطة يجري تجهيزها الآن بصورة تدريجية وبدعم كامل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم التشييد أيضا في إدارة المرور بعدن. إذن ذلك كان من ضمن النقاط التي تم مناقشتها في اجتماع اللجنة الأمنية في محافظة عدن. معنا الآن اتصال، معنا الأخ ياسر من يافع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخي، تفضل. مع الناس. نعم أخي. كيف حالكم؟ الحمد لله أخي. مع الناس. نعم أخي تفضل. الصوت يأخر. الصوت يأخر لأنه أنت على الهواء وتسمعنا إحنا من صوت التلفزيون، عشان كده الصوت يأخر. أولا نترحم على أرواح الشهداء الذي سقطوا. نعم. ضد هذه الميليشيات الذي أتت. ألو. نعم أخي تفضل. أولا نترحم على شهدائنا الذي سقطوا ضد هذه الميليشيات التي أتت إلى الجنوب غاشمة. نعم. وأتت يعني بكل
قوتها الوحشية وما يمتلكوه من ترسانة عسكرية والذي أبادوا به المواطن الجنوبي وشملت كل أطياف الشعب الجنوبي. نعم. والآن نشوف أن في التفاف على هذه المقاومة الصادرة الذي صمدت ضد هذا العدوان. نعم. من قبل مطابخ لا نعلم من الذي يديرها، ونشوف أن في تهميش بحق أبناء الجنوب. نعم. في تهميش بحق المقاومة. نعم. ويعني لا ندري لا. يعني هو يعني تهميش من يعني أي ناحية أخي ياسر؟ لكي تكون الرسالة أوضح. يعني بالشمال ما فيش مقاومة، وتركوا المحافظات الشمالية. نعم. تركوا يعني الميليشيات الحوثي وصالح، والآن أتوا بيتصدقوا باسم الشرعية وباسم المقاومة الشعبية اليمنية. هلو. نعم أخي تفضل. قل لك نحن نشوف إنها يعني إنهم تركوا المحافظات الشمالية. ما الذي تركها؟ تركوها للحوثي وصالح، وأتوا على تضحيات أبناء الجنوب. من الذي تركوا باسم المقاومة الجنوبية وينسبوها إلى المقاومة الشعبية اليمنية؟ نعم. فنحن نريد أن يكون حل عادل، وأن يكون أنصاف لهذه المقاومة الذي استبسلت وضحت بالغالي والنفيس ودمرت أرضها. نعم. ونريد تشكيل نواة جيش، ونريد مصداقية يعني وفعل على الأرض. نعم. إذن بالطبع يعني المقاومة سيتم دمجها بالجيش الوطني، وبالفعل يعني المقاومة في كل الجبهات نحييها ونشد على أيديهم. أن يعني هناك أيضا لم ينتهي دور المقاومة، الآن المقاومة لازال دورها مستمر. المقاومة هي نواة الجيش الوطني، المقاومة أيضا هي الآن التي تعمل إلى جانب الجهات الأمنية بحفظ الأمن والأمان في كل المدن وفي كل المحافظات. إذا معنا الآن اتصال، معنا اتصال من عدن، معنا الأخ عادل. ماذا يا بنتي أمشي؟ ألو ألو الأخ عادل. ألو. نعم. الصوت بك مش واضح. نحن نسمعك. ألو. بشكل واضح. ألو. نعم أخي تفضل. الصوت ضعيف جدا. تفضل. ألو. مش عارفة يعني ربما الأخ عادل إيش كنا الصوت ضعيف ولا يسمع شيء. الصوت ضعيف جدا. أيوة ضعيف جدا، لم أسمعش بوضوح. نحن نسمعك بوضوح، تفضل. ألو. ألو. لا أعلم، ولكن الأخوة بالكنترول يعني لو يعاودوا الاتصال بالأخ عادل سنعاود الاتصال بك أخي. طبعا مثل ما ذكرت أن هناك كان اجتماع للجنة الأمنية في محافظة عدن، وبحسب ما تحدثت اللجنة الأمنية تم الطرح من قبل قيادة المنطقة الرابعة ومديرية أمن محافظة عدن أن هناك 10 فرق متخصصة بإزالة الألغام من مدينة عدن وغيرها من المحافظات، عدن، أبين، الضالع، لحش، هذه المناطق التي عانت كثيرا من التدمير من ميليشيات الحوثي وصالح، وعند خروجهم طبعا قاموا بزرع الألغام في كل مكان. إذا معنا اتصال. ألو ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عادل. أيوة عادل. نعم تفضل أخي. أهلا أهلا وسهلا. والله بصراحة أول حاجة أشكركم على هذه الاستضافة. نعم. وأبلغ تحياتي لجميع من كان له الفضل في إحلال السلام الذي بدأ الآن تظهر بوادره في اليمن بشكل عام. أنا على فكرة من عدن، لكن قلبي بأمان أشعر بالأسى لما يحصل في اليمن كله. رغم أنه عدن عانت كثير، لكن للأسف ولا رأينا في الوقت اللي كنا نعاني فيه من انقطاع الكهرباء،
من انتشار حمى الضنا، من قتل ابنائنا، من الهجمه الشرسه من قبل هذه الميليشيات، ما لقينا ولا اي محطه تستنكر او تشكر ما يحصل في عدن. وابنائنا كانوا يذبحون ويقتلون ونحن نعاني بعدم تعرفك، خاصة كريتر الحرارة فيها مرتفعة جدا، وعانينا من قطع الكهرباء من شهر 4 و5 و6. الآن تعرف ما قدرت على قطع الكهرباء أو صنعاء إلا شهر، والكل يستنكر ويصيح ليش التفرقة هذه ليش، ويقولوا الوحدة والموت. هذه الوحدة، الوحدة أن نشتي وحدة بحق وحقيقة، وحدة على شرع الله، وحدة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، مش وحدة شعار وشعار فقط يرفعوها على بالقنوات التلفزيونية والإذاعية ويافطات، وهي بالأساس نهب واستغلال وسرقة وقتل وتشرد. حرام والله اللي يحصل بحق الشعب هذا، حرام خاصة الشعب الجنوبي، وأخص بالذكر شعب عدن بالذات. عدن مسالمة منذ أيام بريطانيا، وأنا كانت لي مقابلة في قناة صوت الجنوب، وقلت إنه من أيام بريطانيا وعدن يعيش فيها الهندوس إلى جانب الفرس إلى جانب اليهود إلى جانب الهنود إلى جانب أبناء عدن، كيف كانوا يعيشون بأمان وسلام. صحيح. وأقول لجميع الأخوان في اليمن، أنظروا إلى عدن، معابد الهندوس زي ما هي محد متكها ولم يمسها بعد، معابد الفرس موجودة، الكنائس موجودة، المساجد موجودة، ليش الآن يحصل هذا لعدن؟ حرام. إلى حد اليوم والكهرباء تقطع في عدن، إلى حد اليوم 3 ساعات صوت الكهرباء. هذه عدن، هذا جزء عدن. عدن منذ 1912 كان عندنا نادي تنس، شوفوا الرقي والحضارة اللي كان موجود في عدن، شوفوا الاثنين وصل مستوى الرقي والتطور في عدن. 1912 من عام 1800 وعندنا غرفة تجارية، عام 1800 حوالي 17، أنا ما أذكر التاريخ تحديدا. نعم. لكن من أكثر من بعد عام 1800 هذه. نعم. عدن اللي كانت ثاني ميناء أو ثالث ميناء في العالم، هذه عدن الآن تستغيث، لحد اليوم تستغيث، تدخل تشتي كهرباء، تشتي مي، تشتي خدمات، تشتي كله معدوم في عدن. هذه جزاء عدن يا أبناء اليمن، هذه جزاء عدن يا مناضلين، هذه جزاء عدن يا وحدويين يا مسلمين. إيش نقول؟ لمن ينادي؟ هل ينادي لليهود يجي يغيثون؟ إحنا ننادي اليهود زي ما الحوثي ما استغاث بالفوق بإيران وهو على باطل، فما بالك نحن على حق؟ نقول إيش نقول؟ نقول واي إسلاما ولا نقول واي يهودا؟ أغيثوا نحن يا ناس، أغيثوا نحن، حرام اللي يحصل في عدن هذا، حرام بحق عدن والعدنيين ولمن عاش في عدن. أغلب الوزراء في الشمال من بعد ثورة 26 سبتمبر هم من خريجين عدن، من مدارس عدن، من جامعات عدن، أغلبهم ناكرين جميل، يقول الوحدة والموت. عيش الوحدة، نشتري الوحدة بحق الله، وإلا فالموت لكم إن شاء الله. نحن ما عيدنا عيد الأضحى، عيد الفطر ما شفناه زي من الناس والله العظيم. واليوم شو كيف الدائرة تدور اليوم، مناطق الشمالية ما بتنعم أيضا. هذا أنا لست مع الانفصال ولا مع الوحدة، أنا مع كل شيء يرضي الله وحسب شرع الله، لكن أي شيء تخرج عن هذا فنحن ضده. أبناء عدن مسالمين، نعم أبناء عدن مسالمين. عدن كانت مكان أمن من أهمن من المنطقة الوحيدة في العالم اللي كانت مثال للتعايش السلمي. صحيح. بين جميع الأجناس والديانات. إلى حد الآن موجود عندنا فرس عايشين في عدن. نعم. إلى حد الآن موجودين هندوس، إلى حد الآن موجودين صومال، فليت هذا الآن النعرات اللي جالسين نقول عدن وعدن وعدن، عدن فضل على الجميع. عدن لو المينا هذا شغل، هذا بيغطي تكاليف المنطقة الجنوبية كله، تكاليف عدن ولحق وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرة، فقط الميناء. يا مثقفين يا مسؤولين عن عدن، فينكم؟ نعم. اللي قاعدين هو ما بس ما شفت مسؤول ينزل يدور ايام النقبه في شهر 4 و5، ما شفنا مسؤول. نشكر بصراحه، انا كنت في انما واشكر واوجه شكري الى الاخ امام المسجد النووي، وبصراحه ونائبه الذين ما قصروا بامانه، هم الوحيدين اللي كانوا يشتغلوا بلحمهم ودمهم ليل ونهار، وانا اوجههم الشكر من هذا المكان. ما أذكر نسيت اسمهم لا، رغم أنه أنا دائما أقابلهم وأصلي في المسجد النووي، بصراحة أوجه لهم الشكر القدير الذين بذلوا جهود كبيرة، وكان الإمام بكله ينزل بالمنطقة ويشرف على توزيع المعونات هو نائبه، أوجه لهم الشكر الكبير. غيرهم ما لاقيت أحد، ما لاقيت أحد من مسؤولين عدن، لا مجلس محلي ولا مجلس نواب ولا لاقينا أحد. فينهم؟ فينهم؟ بشهر 4 و5 أنا جالس في عدن ولا شفنا مسؤول حتى يجي يتكفل بأنه يشرف حتى بصورة غير مباشرة. صحيح. عن القمامات. نعم.
عن علاج المرضى من حمى الضنك. ناس ماتوا كثيرين عندنا فقراء من حمى الضنك من ارتفاع السكر. فينكم يا مسؤولين؟ حرام عليكم والله اللي يقرأ العدن ده حرام حرام. فين بيروحوا؟ من فين بيروحوا يوم القيامة من عذاب الله؟ أقول لهم اتقوا الله في نفسكم، اتقوا الله اللي مش قادر يقوم بواجبه مثل ما أمر الله فيسلم، يقول أنا مش قادر، يخلي وزير ثاني أو مسؤول ثاني، لكن ما يجري هذا حرام. كلنا كلنا نخاف الله. نعم أخي عادل، نخاف الله ونقوم بما يملي عليه الواجب. لكن الوضع في عدن تعيس جدا. أقول إلى هذه اللحظة الكهرباء تنطفي في عدن، اللي كانت ما تعرفش انطفاء الكهرباء قبل عام 90، الماء ينقطع كما كنا نعرف انقطاع الماء قبل عام 90، القمامات البعوض الذباب، تعالوا شوفوا روائح عدن. عدن كان يضرب بها المثل بجميع مناطق بيننا، من ارقى المناطق ونظافه وشعبها مثقف ومتعلم. عدن بدات الان تتعافى من الى ان توصلوا اي منطقه، مع احترامي لجميع المناطق، لكن اقول الحق الحقيقي انه عاشوا معنا في عدن ايضا ناس من مناطق اخرى، هم عارفين كيف كانت عدن. نعم. فرسالتي لجميع المسؤولين، واقف بالذكر اخر عبده بربه منصور، انه مسؤول زي ما الناس يخاف الله يشرف على عدن، يشرف على مسؤول طوارئ عن عدن، بس بغض النظر عن وظيفته كان محافظ ما ليش دعوه بالمحافظ، مسؤول عن ينزل يشوف، ينزل يشوف ويشرف على وضع الاوضاع الخدماتية في عدن، البنية التحتية في عدن ان شاء الله. لحد الان ما زالت تعبانة في حالة يرتى لها. صحيح. نحن نعاني من موضع سيئة من عدن من بعد فروق بريطانيا، والوضع ازداد سوء بعد عام 90، وازداد سوءا بعد عام 94، ولا انا سوء اكثر. هي اذا كنا نحن من قبل عام من سنة من قبل فروق بريطانيا ونحن نعاني الاوضاع السيئة، فما بالك الان من سيء الى سوء، من التوظيف، من الاوضاع العامة، ايش اقول لك؟ ايش اوصف لك؟ صحيح. ايش اوصف لك؟ لو قلت احكي لك انا اشتي لي الف ليلة وليلة احكي لك عن مآسي عدن. نشكرك أخي عادل أيضا على هذا الطرح، نشكرك على هذه الرسالة. بالفعل هي عدن حاضنة الديانات والأعراق، ولم نشعر يوم من الأيام أن هناك عنصرية أو مناطقية في مدينة عدن. نحن تربينا في مدينة عدن ومن أبناء محافظة عدن أيضا بالفعل يعني، لكن هناك جهود الآن تبذل، وعدن بدأت الآن تتعافى بعد ما يعني بعد الهجمة الشرسة التي أصابتها من دخول ميليشيات الحوثي وصالح إلى هذه المحافظة العريقة. وبالفعل الآن بدأت ربما هناك جهود تبذل من أجل إعادة الخدمات والبنية التحتية إلى محافظة عدن، من أجل تطبيع محافظة عدن، تأهيل محافظة عدن. لا ننكر تلك الجهود، هي جهود تبذل، ولكن بالفعل يعني الجهود تبذل وبحاجة ربما إلى بعض الوقت. عدن الآن يعني بدأت الحياة ربما تعود وستعود إلى طبيعتها بإذن الله تعالى. الجهود موجودة ولا ننكرها في محافظة عدن، وبالفعل يعني مثل ما ذكرنا هناك انقطاعات، ونحن نستلم اتصالات حول هذا الموضوع أنه انقطاعات متكررة في محافظة عدن، ولكن بإذن الله تعالى يعني هناك اجتماعات تمت مع مدراء المؤسسات الكهرباء والماء وغيرها في محافظة عدن، وبالتالي هناك العمل جاري على إعادة هذه البنية وعملها إلى ما كانت عليه أفضل من ذلك بإذن الله تعالى. قد يكون معنا الآن اتصال من السعودية، الأخ عمار. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف أختي؟ الحمد لله أخي، تفضل. رسالتنا أولا إلى الشعب الثائر. نعم. إلى الشعب اليمني العظيم الثائر في مارت وتعز وعدن، إلى الشعب الحر. نعم. الرسالة الثانية للرئيس الجمهوري يحفظ الله ورعاه. نعم. والملك سلمان بن عبد العزيز. ورسالة ثالثة للحوافية الحوثيين، حيث أنهم يستخدموا الأطفال سن 15 و16 سنة، ما بذنب الأطفال يقدمون في المقدمة. نعم. ما بذنب الأطفال اللي يأخذوهم من عمران ومن صعبة ومن الجوف من جميع المناطق. نعم. يودوهم إلى عدن وإلى تعز. صحيح. لكي يحاربوا من يحاربوا. نعم. والله إن القيادة الحوثيين هذا والله ما بيمشي منهم لا أطفالهم ولا أبنائهم ولا كبارهم، يقدموا أبناء الناس. فعلا حقيقة صحيح. يقدموا أبناء الناس.
في هذا الحرب. نعم. يقول لك تكفيريين وين التكفيريين؟ في ناس كثير من عمران ومن صعبة والله إنهم يدوروا أبنائهم وهم مع الحوثيين. نعم جريمة، جريمة بحق الأطفال صحيح. هذه والله جريمة. رسالتنا للشيخ حمود المخلافي وللقيادة الماسكين المسؤولين أنهم يرعوهم لأنهم ما بذنبهم شيء أطفال. صحيح. هذه رسالة قصدي. شكرا لك أخي عمار. بالفعل مشاهدينا الكرام يعني رأينا تسجيل تم على القنوات العربية وعلى القنوات المحلية المقاومة الشعبية تحتفظ بعدد كبير من الأطفال الذين قاموا بتسليم أنفسهم عندما خرجت ميليشيات الحوثي وصالح من محافظة عدن، أطفال لا تتجاوز سنهم 8 و9 و10 14 سنة. بالفعل هي جريمة أولا بحق الطفولة، جريمة بحق هؤلاء الأطفال الذين يتم اختطافهم أو يعني أخذهم للمعارك من أجل يعني قتل إخوانهم في بقية المحافظات سواء كان في عدن أو في تعز أو بقية المحافظات. هي جريمة بالفعل بحق الطفولة. إذن معنا ربما قد يكون هناك اتصال. اتصال من السعودية. الأخ نايف. الو. ايوه ايوه اخي نايف تفضل. ايوه من الاخت زهيره. نعم تفضل اخي. والله الان هني قناه عدن الفضائيه وهني الاخت زهيره على هذا البرنامج مع الناس. نعم. وهني جميع ابناء عدن والمقاومه الشعبيه الذي حققت انتصارا كبيرا في ظل الترددات والامكانيات المتاحه لابناء عدن. عدن عروسه البحر الاحمر وهي ثغر اليمن الباسم. ونشكر قناة عدن ممثلة بالأخ الأستاذ فارس عبد العزيز والقائمين عليها. نعم. وأسامة وجميع الأطراف السياسية ومحافظ محافظة عدن نافع البكري بالجهود المبذولة وأخوة والأخوة وقوات التحالف في انتصار المقاومة الشعبية الكبيرة في عدن. نعم. من جحر الميليشيات والمخلوع صالح الذي سكن 33 عاما في ظل التمرد والاستبداد على أبناء المحافظات الجنوبية والمحافظات الوسطى والمحافظات الشمالية. نعم. الذين يلقبون بأن الأبناء هم إيرانيون وأرادوا أن يستبدوا كل ذلك من أجل الاستعداد وما يسمى بالتوارث أو الوريثة لابن أحمد نجلي أحمد الذين يسمى بالعائلة. ولكن أبناء عدن الصامدون والجنوبيون الذين قدموا بسالة كبيرة في مواجهة جحر العدوان الهمجي الذي جاء من أبناء الصعدة وثم من إيران. صحيح. من أجل ذلك قام أبناء عدن بتحرير كل المدن ونشكر كل القائمين على ذلك وقناة عدن ونشكر الملك سلمان وقوات التحالف العربي بالدعم اللوجستي لأبناء عدن. وإن شاء الله سيكون النصر قادم للرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي. نعم. ولكل العاملين في على الأرض من المقاومة الشعبية والذين قدموا أرواحا سبيلة رخيصة من أجل الوطن وليس من أجل هؤلاء الجبناء الذين لن يقدروا أن ينفذوا من ذلك. ولكن سنقول لهم سندحركم وسننتصر بإذن الله في جميع محافظات اليمن وخصوصا الآن في محافظة تعز الذي بادت الآن ستنتصر في جميع الأماكن. وإن شاء الله عجلا قاربا وسننتقل إلى محافظة صنعاء وستكون العاصمة عدن العاصمة المؤقتة بإذن الله وستكون اليمن موحد وليس للانفصال كما يقولون ويزعمون. وإن الرئيس هادي هو رئيس الوطني ومدعوما من الشعب ومختار من الشعب في 99 وإن شاء الله ستكون عدن. ونتمنى للشعب اليمني بالتقدم والازدهار والوعي والتوعية وإصلاح جميع ما خلفته الميليشيات الجبناء والخونة الذين خانوا الوطن من أجل المال. وهذا ونقول لكم الأخت شهيرة وجميع العاملين في قناة عدن هنيا لكم في المؤسسات الإعلامية. أتمنى لكم أن تكونوا قد عملتم بأكبر جهد من جميع الأماكن وجميع. إذن شكرا لك أخي نايف. شكرا لك سحر زرعان الذي قام بالتغطية المباشرة والأخ علي بن عامر الذي قدم والعديد من الآثار الذي وضحت دمرتها ميليشيات الحوثي. ونقول إن شاء الله المقاومة الشعبية ستنتصر في كل جميع الأماكن بإذن الله.
إذن بإذن الله أشكرك أخي نايف على هذا الاتصال، يعني تحدث بعدد من القضايا وطرح العديد من المواضيع. طبعا كما تحدثت معكم أنه يعني أثناء أيضا الاجتماع على اللجنة الأمنية في محافظة عدن تم مناقشة يعني قرار بدمج المقاومة بالجيش الوطني والجهود الحثيثة التي تبذل بهذا الجانب من أجل ضم المقاومة أو دمج المقاومة في الجيش والأمن. إذن كانت هذه يعني أهم المواضيع التي العريضة ليومنا هذا. ربما يكون معنا الآن اتصال، معنا اتصال من الأخ طارق من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ الحمد لله أخي، تفضل. أختي الكريمة، احنا نشكرك كل الشكر. نعم. ونشكر كل القائمين على قناة عدن. نعم. الحقيقة انت نموذج لكل الإعلاميين اليمنيين على روحك وتقبلك للوطني. الحقيقة هذا والله لا هي مجاملة. انت احنا بنشاهد حلقاتك وبرامجك وما بتسويه في قناة عدن، ودائما احنا ان شاء الله نكون مع عدن ومع قناة عدن ومع المقاومة. الحقيقة هذا 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 الظلم اللي نزل على شعبنا، وهذا من المخلوع ومن ميليشيات الحوثي وميليشيات ايران باذن الله هي الى الزوال، وما راح تطول، وايامها قربت. نعم. ولا احب اقول لكم ان بالنسبه للمقاومه احب اقول للاخوان اللي بيتكلموا في المقاومه الحقيقه اذا احنا بننظر للمقاومه، ننظر للمقاومه من جميع النواحي. المقاومه عندنا في تعز، عندنا في اب، عندنا في العدين، عندنا في 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 في, في عدن، عندنا في لحج، عندنا في كل المناطق، عندنا مقاومه في كل المناطق في الشمال. الشعب يعني الواحد لا يكون يتكلم، انا ارجو يعني ارجو برجال الخاوه والاحترام والتقدير نكون ننظر، ما ننظر المحافظه او منطقه يعني فيها مقاومه. عندنا في الشمال، انا من اقصى الشمال انا، لكن انا ابشر الاخوان في الجنوب كلهم، احنا عندنا قضيه وطنيه، واحنا عندنا حاجه بنسعى وراها، واحنا احنا احنا اصلا مظلومين يعني. مش هم صح في في في, في امور كثيره بتعلق في الجنوب وظلم، لكن انا اقول لهم الشعب اليمني هو مظلوم. الشعب 30 سنه انظلمنا كلنا بشكل عام، لا يفكروا انهم قصوهم في امور كثيره. واحنا نتطلع دام ولا اخ عبد رب منصور وحكومته فيهم امل كبير، ويوثقوا كل الثقه. نعم. عبد رب منصور وخالد بحاح فيهم خير، وان شاء الله كل حق يرجع للشمال وللجنوب. واحنا يعني احنا نكون نتكلم بكلمه الوطنيه، نتكلم بهدف واحد وهدف الوحده. اذا كان في اخوان يعني عندهم انشماز ولا عندهم نظره ثانيه، هذا شيء كل واحد له وجهه نظره، لكن احنا عندنا مطلب واحد، وعندنا حاجه رئيسيه مركزيه وطنيه بسعى بعدها الشعب اليمني من اقصاه الى اقصاه. هذا اللي نتكلم فيه وهذا اللي نسعى، واحنا مقدرين الاخوان في 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 كل مناطق الجنوب، ولهم كل الحب والتقدير، ولهم كل البطولات والحاجات اللي قدموها من ابناء عدن، من ابناء ابين، من ابناء لحج، من ابناء يافع، من كلهم بدون استثناء احنا عارفين. لكن انا اقول لهم في الشمال راح ينهض نهضه ويشوفوا حاجات في الايام القادمه. ابشرهم هذا الكلام على ما بنشوفه في الشمال، وفي امور ان شاء الله تسعد كلنا وتسعدنا كلنا كيمينيين باذن الله تعالى. انا عموما اشكرك يا اختي، واشكر روحك الوطنيه. نشكركم بالتالي، نشكركم على تواصلكم الدائم معنا. نعم، شكرا لك اخي نائف، كنت مع عفوا اخ طارق، كنت معنا باتصال الهاتفي. نعم بالفعل يعني المقاومة الشعبية هي في كل الشبهات، يعني في تعز، في لحج، في أبين، في الضالع، في مأرب، في البيضاء، في الجوف، في كل مكان. تحية للمقاومة في كل الجبهات وفي كل مكان، سواء المقاومة الشعبية في المناطق التي تم تحريرها من ميليشيات الحوثي وصالح. كما ذكرت المقاومة لم ينتهي دورها الآن، المقاومة هي شريكة في العمل الآن مع الجهات الأمنية، سواء في تكوين نواة الجيش أو في حفظ الأمن أو في حفظ النظام. لا زال دور المقاومة لن
يعني لن ينتهي دور المقاومة ولن ينتهي مستقبلا دور المقاومة، فهم نواة الجيش وهم من سيحفظون الأمن والأمان لكل المحافظات. هؤلاء الذين قدموا التضحيات من أجل أن نستعيد الحرية ونعيش بأمن وأمان، دورهم لم ينتهي ولن ينتهي بإذن الله تعالى. إذن قد يكون معنا الآن اتصال. أي معنا اتصال؟ معنا اتصال من أبو لبيب من لا من عدن. ألو 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 ألو. نعم أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك أختي الشهيرة؟ الله يرضى عليك. الحمد لله. أولا شكرا للملك سلمان، وشكرا للرئيس هادي. نعم. وشكرا للإمارات خليفة الزايد ولعهده. شكرا لكل من ساعدنا في الاستغلال من الحوثة والعفاشين. نعم. أولا في عندي رسالة أبغى أوجهها إلى الرئيس. نعم. عبد الله منصور. نحن سمعنا اليوم زبعة بخصوص الأستاذ نايف البكري على أساس أنهم بيغيلونا. فإحنا بنقول لهم لا وألف لا. نايف البكري الجندي المقاتل اللي وقف معنا في الطوب في عدن. نعم. الأخ نايف البكري اللي زار المرضى إلى بيوتهم إلى مستشفياتهم. نعم. الأخ نايف البكري عمل اللي ما عملوه من قبل لا حبتور ولا رشيد. وفوق هذا يجازونه بيغزونه. فإحنا نقول أخي هي مجرد شائعات، يعني هي مجرد شائعات. نايف البكري إحنا معه. نعم هي مجرد شعب عدن، شعب محافظة عدن كلنا عن بكرة أبينا سوف نقوم معه ويكون الرب قوي وعلى الله بيكون أنه من نضال إلى نضال. أرجو خلي أخلف. نايف البكري هو الرجل المناسب في المكان المناسب، لا يشيلون المناسب يرجعونا واحد زي ما الأولين هذا المفروض يحيلونهم إلى المحاكمة اللي سرقوا واللي تآمروا على الثورة. عفوا أخي أبو لبيب. واللي صلعوا الكلام الاخر. عفوا اخي ابو لبيب لو تسمح. هذا بخصوص نايف البكري. نعم. ايضا بالنسبه لاختي الاجتماع هذا اللي اجتمعوا اليوم بخصوص ضم المقاومه. نعم. الى المؤسسه العسكريه. نعم. اذا كان تتكلمون على المقاومه طبعا احنا نقول اهلا وسهلا ونشكر المقاومه ونبوس ارجلهم. يا اختي اسمعي طيب. ونبوس ارجلهم، احنا ما نقول في حقهم شيء، هم الاولى وهم في الدرجه الاولى، لكن الشباب اللي هم يعني متسكعين في الشوارع واللي هم مرميين في الشارع سواء قاهم او مقاوم نقول لهم هذا ما في لكم. احنا نروح عندي في مرات نرجع من المعسكرات مليان مليان، هذه التسجيلات فيها محسوبيه وفيها لف دوران وفيها عيال الشيوخ وفيها الوجهات. احنا نبغى الناس بضباعه اللي هم جالسين في الشارع بدون العمل عندهم شهادات عليا وجالسين في البيوت ما قدروا يحصلوا العمل. احنا نشيلهم يقفوا معنا، مش يعني عانينا من النظام الاول ونرجع الى النظام يعني ثاني. لا ان شاء الله يكون معنا. وهذا المطلوب اللي بنتكلم عليه، يكفي ما قد عانينا من المخلوع ويكفي ما قد عانينا من الحوزه، ونقول ربنا يجيب ما فيه الخير ان شاء الله باذن الله. إذن شكرا لك أخي أبو لبيب، كنت معنا باتصال من عدن. ربما تكون هناك بعض الشائعات، ولكن الأخ نايف البكري طبعا هو معين أن يكون محافظ بقرار جمهوري. إذن طبعا إشكالية، ربما تكون هناك إشكالية في تسجيل شباب المقاومة الذي سيتم دمجهم بالجيش الوطني. تحدث معنا يعني اتصالين أو ثلاثة اتصالات تحدثوا عن وجود إشكالية في التسجيل أو في القبول أو في عملية يعني استلام الاستمارة. بالتالي نحن أيضا من هذا المنبر، منبر قناة عدن، نتوجه إلى الجهات المعنية بهذا الأمر النظر في هذا الأمر للبحث عن معالجة سريعة لهذا الموضوع. طبعا قد يكون معنا الآن اتصال. معنا اتصال. معنا الأخ محسن من الإمارات. ألو ألو. السلام عليكم أختي. وعليكم السلام. مساء الخير. مساء النور. الله يسلمك. لدي رسالتين أو ثلاث رسائل أريد أن أوجهها في نعم. برنامج
نعم قد نكون فقدنا الاتصال. نعم اذا لم نفقد الاتصال. معنا الاخ محسن من الامارات. رسائل اريد اوجهها. اول شيء اترحم على شهدائنا الابرار الذي ضحوا بدمائهم الزكية من اجل استعادة الوطن صحيح والشرعية. ومع الاسف نقولها اليوم الشرعية، ولكن نحن مجبرين على النقول الشرعية. اليوم نحن في ظل الشرعية، وعلى الشرعية ألا تدور في فلك السابق. نعم. وما تضررنا من السابق، أن العصابات السابقة التي لا تزال تنخر في الشعب اليمني بشطريه جنوبه. نعم. وشماله. نقول على القيادة السياسية الموجودة الآن في الرياض أن تعي أن الشعب اليمني لن يسمح أن يعود للماضي أبدا أبدا. أنا لا أريد أخوض في مضمار الحديث عن الأخ نايف البكري، فنايف البكري شخصية مشهود لها ولها موطأ قدم في الداخل. نعم. ليس كما شيوخ البطاقة. نايف البكري ليس مثل شيوخ البطاقة التي أنتم تعرفونها جيدا، وكذلك عتبي على القائمين على قناة عدن من تهميش للقيادات والكوادر الجنوبية. فنحن نقول اليوم ليس لتهميش الجنوبيين، يجب أن يكون الجنوبي متواجد في كل القنوات. نعم. وخير دليل على قناة اليمن، لم أرى جنوبيا في قناة اليمن القناة الرسمية. أنا جنوبية وأعمل في قناة اليمن أخي، والأستاذ السوني أمريسي في قناة عدن، ولم أراك لك برنامج معين في قناة اليمن يا أختي. أخي لا موجودين، مسيطرين عليها الأخ عز الدين، والعمل هو من له باع. المسألة ليست مناطقية وليست عنصرية، وإنما كل الذي تقدم وكل الذي عمل وكل الذي نجح بعمله وترك أثر وبصمة لابد أن يكون له رصيد. نحن بغض النظر نتكلم هذا الكلام بمرارة. نعم. بمرارة نتكلم بمرارة تحت ظل الشرعية. نعم. ولكن للأسف الشديد اليوم لا مجال أنه يجي واحد من صعدة أو من عمران أن يتحكم بحياتي وبحياة كل جنوبي أو بكل يمني. نعم. كفى كفى كفى. نعم. إذن أشكرك أخي محسن، كنت معنا من الإمارات. طبعا الأستاذ مستشار رئيس الجمهورية ومعالي وزير الخارجية والأستاذ نايف البكري محافظ محافظة عدن قاموا بزيارة الجرحى المشاركين في ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل ودعم الشرعي الذين يتلقون العلاج في مستشفى الأمير سلطان بالرياض. كانت هناك زيارة للأخ نايف البكري. الأخ نايف البكري موجود هنا في الرياض، و طبعا توجد بعض الشائعات، ولكن يعني هي مجرد شائعات ربما. قد يكون معنا الآن اتصال. معنا اتصال. معنا اتصال من السعودية. معنا الأخ أرسلان من السعودية. ألو ألو ألو. نعلم قد نكون فقدنا الاتصال. إذن إلى أن يكون الاتصال جاهز كما تحدث الأخ محسن، طبعا كلنا نعمل بفريق واحد الآن في ظل هذه الوضع الاستثنائي والظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن، سواء كنا في قناة اليمن أو قناة عدن. كلنا نعمل من أجل استمرارية البرامج، من أجل أن نكون عند حسن ظن المشاهد. قد يكون الاتصال جاهز. نعم. إذن مشاهدينا، طبعا مثل ما تحدث الأخ محسن، تحدث أنه لا يوجد موظفين. نحن لا ننظر إلى الأمر بهذا الشكل. طبعا كلنا موظفين نتبع وزارة الإعلام اليمنية. بالتالي نعم معنا اتصال الآن. معنا اتصال.
إذا إلى أن يكون الاتصال جاهز، لأننا بالفعل فقدنا الاتصال. طبعا هناك اليوم كان قصف مكثف على مدينة تعز على الأحياء السكنية، وكان هناك قتلى وجرحى في مدينة تعز نتيجة قصف الميليشيات الهمجية للأحياء السكنية في محافظة تعز. إذا لا تزال هذه الميليشيات التي لا تؤمن إلا بالسلاح لا تزال تقوم بقصف الأبرياء وقصف منازل الأبرياء في مدينة تعز وفي مأرب وغيرها من المحافظات، ولكن يعني المقاومة لا زالت موجودة في كل المحافظات وفي كل الجبهات التي تقاوم ولا زالت تقاوم من أجل الانتصار مثل ما قاومنا في محافظة عدن. نعم الآن معنا اتصال، معنا أم سامح. ألو أم سامح من عدن. ألو أيوة ألو ألو أختي أم سامح تفضلي. ألو ألو نعم شهيرة. نعم تفضلي أختي. شهيرة أحب أن أشارك والله معي ثلاث نقاط. نعم تفضلي. أحب أن أتكلم فيها. نعم. وهي أول نقطة الفعل مهمشة ليوقفوا في الدبابات في الفرزات، على كل دباب يأخذوا 20 ريال، يعني فاعلين حكاية بلطجة. بعدين يكونوا أحيانا شباب أو كبار في السن تعرضوهم في الشوارع، يا يدفع 20 ريال ولا بيخبطوه بعصا ولا بأي حاجة بيده. المهم يعني شيء. هذا شيء يعني محزن. نعم. والنقطة الثانية هي مسألة الإغاثة والسعب اللي يطلع اللي يجي باستمرار. في ناس كثير والله يشتكون وما يسمهمش هذا الفيد، وبعضهم يوصل لهم مرة وبعضهم يحصلوش. يعني يا ريت لو يكون في هناك رقابة تكون من دواة الضمير الحي اللي يقوموا بتوزيع هذه المعونة، ويا ريت لو تكون توزع الإغاثة هذه بشكل متساوي، يدوق يعني لكل بيت. نعم. يدوقوا على كل بيت وبشكل متساوي. نعم اسم الشخص. فهذا الموضوع دائما أنا شاهدة بالحلقات تكرر عدة مرات في شكاوي، بس للأسف لحد الآن ما فيش أي حل. نعم. الرسالة الثانية فهني يعني شوفي كرسالة يعني تتوجه لرئيس الجمهورية، يعني أو اقتراح لو مثلا إن شاء الله بعد ما الظروف تتحسن في اليمن يقوم بتكريم المسؤولين أو المدراء أو الموظفين المسؤولين اللي يعملوا بضمير حي، اللي يشاركوا الموظف مشاكله يقوم بتكريمه، وأي مسؤول فاسد يقوم بمعاقبته علنا أو إشهارا زي ما يكرموا أمام الناس كله، هذا يقوم بمعاقبته أمام الناس كله بحيث أنه يكون يعني قدوة. صحيح. أي مسؤول فاسد يعني يخاف من هذه الشهرة. صحيح. يعني يكون يحافظ على سمعته أو يحافظ على كلامته، فبيضطر إنه إيش يعمل مجهوده بحيث إنه ما يعني بحيث إنه ما يضرش أي مواطن. نعم. في كثير والله مسؤولين صغار وموظفين صغار يعني يعملوا بضمير حي وصاحي، بس ما فيش أي تكريم لهم. صحيح. وفي برضه مدراء برامج كثير مثلا نادي هزاع مدير برامج التلفزيون. نوجه لها ألف تحية يعني الأستاذة نادي هزان، نوجه لها ألف تحية وتراعي همومهم وتوقف معاهم. وفي غير بنيان كمان المدراء يعني لم يقوم بتكريمهم، وفي موظفين كمان في كل المرافق متجاهلين حقوقهم لو يقوم بتكريمهم أو بتعيينهم بمناصب. نعم هذا وشكرا، وأشكر طاقم التلفزيون. نعم. قناة فضائية عدن المساهمين في هذا البرنامج، وأشكرك أستاذة شهيرة. أشكرك. وشكرا. شكرا لك أختي أم سامح، كنت معنا من عدن. طبعا الأخت أم سامح تتحدثت عن ثلاث قضايا، وهي الفئة مهمش بعض شباب الفئة يعني مهمشين محافظة عدن الذين يقوموا بأخذ يعني استقطاع مبالغ من يقوموا بركب يعني مركبات المواصلات. طبعا هذه الرسالة توجه للجهات الأمنية في محافظة عدن لشباب المقاومة القائمين على بعملهم الآن في محافظة عدن. موضوع الإغاثة تحدثنا ونتحدث وسنتحدث مرارا وتكرارا إلى كل الجهات المعنية، اللجنة الإغاثة في محافظة عدن برئاسة الأستاذ نايف البكري ونائبه الأستاذ قبلة سعيد. نتحدث ماذا عن الإغاثة،
الإغاثة. لا زالت تصلنا اتصالات إلى الآن إنه لم يتم توزيع الإغاثة بشكل متساوي. أين هي منظمات المجتمع المدني؟ أين هم الناس التي يعني هم مسؤولين وهم معنيين بتوزيع مواد الإغاثة بشكل متساوي على الأحياء، وإلى تقسيم يعني المديريات إلى مربعات من أجل استهداف كل الأسر الموجودة في كل مربع؟ إذن هذه هي رسالة نحن كذلك نبثها معكم مشاهدينا الكرام. أما بالنسبة للموضوع الثالث الذي تحدثت به الأخت أم سامح وهو مبدأ الثواب والعقاب، بالفعل نحن بحاجة لهذا المبدأ. عندما ننتهي ونتخلص من كل المشاكل بالفعل نحن بحاجة إلى هذا المبدأ من أجل أن نحظى بتميز بعملنا. بالفعل يعني هذا هو المبدأ الذي يجب تطبيقه ويجب أن نعمل من أجل. إذن إلى هنا وصلت معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، ألتقيكم غدا بإذن الله تعالى. في أمان الله.